وهو الثاني في المجموع لهذا اليوم، يوم الجمعة الموافق الثامن من شهر أكتوبر لعام 2010. وانطلق هذا الشوط أيها الأخوة أيها الأعزاء، وانطلقت هذه الشعارات الكثيرة. إذن نواصل أيها الأخوة أيها الأعزاء إذاعتنا ونحن نشق طريقنا إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، ويشارك في هذا الشوط أعداد كثيرة نتمنى لها التوفيق. وكما تشاهدون من خلال شاشة التلفزيون كثرة الانطلاقات وكثرة الأعداد. انطلق هذا الشوط قبل قليل، ومقدمة الشوط مباشرة نذهب إلى مقدمة الشوط لنرى في المقدمة مختار لناصر بن عبد الله العطية يسيطر مختار، واختار منذ الانطلاقة مقدمة الشوط والمركز الأول. اللي يلي مختار في المركز الثاني رعد لراشد بن سيف المحين، ولكن اللي تقدم وانتقل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات الفارس، أو هناك من أقصى اليمين. إذن للسيد عبد الهادي جابر بن علي الغيثاني من خلال الشعار ونقله على المركز الثالث الفارس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم. وأول كيلومتر مقطوع من هذه المسافة، عملية تضمير الفارس عند فيصل بن طالب بن شريم، ونقله على المركز الرابع الواصل لمحمد بن عبد الهادي بن نايفة الهاجري. وأخيرا في المركز الخامس، مغامر لعامر بن محمد النعيمي. وهذه النتيجة أيها الأخوة أيها الأعزاء للخمس المتقدمة الأولى، وهناك أسماء كثيرة كثيرة لم يحن موعد دخولها إلى عالم النداء والإذاعة، ولكن نعود إلى المنافسة القائمة على مقدمة الشوط. يتسلل في هذه اللحظات شعار جابر بن عبد الهادي الغيثاني، ولكن لم تصلنا المعلومة عن اسمه حتى هذه اللحظات، ولكن هذا شعار جابر بن علي الغيثاني يسيطر على مقدمة الشوط وفي تنافس قوي مع المركز الثاني مختار لناصر بن عبد الله العطية. وقعود الغيثاني مزاح لعبد الله بن علي الغيثاني، مزاح يسيطر على مقدمة الشوط، ولكن مختار في هذه اللحظات مع المركز الثاني لعلي بن عبد الله العطية وناصر بن عبد الله العطية. والمركز الثالث هنا دوحان لعبد الله بن خالد الحميدي من يحتل المركز الثالث، وانتصفت المسافة أيها الأخوة أيها الأعزاء، والفارس يحتل المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، ويضمر الفارس فيصل بن طالب بن شريم، ونقله على المركز الخامس شاهين العلي بن حمد بن مقارة أو الفارس. إذن المركز الخامس للسيد شاهين العلي بن حمد بن مقارح، ولكن هذا ليس شعار السيد علي بن حمد بن مقارح. ونعود أيها الأخوة بعد إكمال نداءنا للخمس المراكز المتقدمة الأولى إلى مقدمة الشوط، وما زالت الصدارة مع مزاح العبد الله بن علي الغيثاني يسيطر على مقدمة الشوط. وانطلق في هذه اللحظات 1500 متر يا مالك، ويمضمر مزاح الذي يسيطر على مقدمة الشوط. يا سلام، أرى التقدم وأرى الملاحقة في هذه اللحظات من خلال دوحان العبد الله بن خالد الحميدي، واللي لاحق دوحان في المركز الثالث الفارس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم وفيصل بن طالب بن شريم من يقوده في هذا الشوط. المركز الرابع قرناس لسعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين ومحمد بن بخيت الزعيري من يقوده في التضمير. النقلة على المركز الخامس
أيها الأخوة الأعزاء، خامس المراكز نجم لخليفة بن محمد بن خليفة بن طوار الكواري، ونعود إلى مزاح. يلا يا عبد الهادي، عبد الهادي الغيثاني، الكيلومتر الأخير، كيلو العمليات، أسمي هذا الكيلو كيلو العمليات هنا على أرضية الميدان. الفارس يتسلل أيها الأخوة الأعزاء ويخطف المقدمة، ولكن قرنوس، يا سلام، قرناس انطلق أيها الأخوة الأعزاء إلى ناموس الشوط مع 800 متر الأخيرة. قرناس والفارس والمعركة طاحنة على صدارة الشوط، يا سلام، الله الله الله، قرناس يسيطر على قمة هذا الشوط، ولكن يا سلام، شعار العطية انتزع المقدمة. مختار، يا سلام، ناصر بن عبد الله العطية، يا سلام، مختار وقرناس ومختار عاد أيها الأخوة الأعزاء كما تشاهدون على شاشة التلفزيون، قرناس، ولكن ارصد يا الحمادي، ارصد الدخول من قرناس أيضا، عبد الله بن دلبج بالعرج، يا سلام، القدوم الخطير، الشوط القرانيس بالفعل يا أبو متلع، يا سلام، قرناس المركز الأول وقرناس المركز الثاني، يتجاوز في هذه اللحظات قرناس عبد الله بن دلبج بالعرج، يا سلام، الله 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 الله، يا قرناس احتل الصدارة، ولكن ايضا هناك قدوم خطير من اقصى اليمين، نجم خليفه بن طوار بن خليفه بن محمد بن طوار الكواري، قرناس ونجم، المعركه طاحنه، ولكن قرناس، يا سلام، يحسم مجريات هذا الشوط. تهانينا لعبد الله بن دلبج بن العرج على فوز قرناس وانتزاع لناموس هذا الشوط المركز الثاني. المركز الثاني نجم خليفة بن محمد بن خليفة بن طوار الكواري، والمركز الثالث ولد شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز الرابع مختار ناصر بن عبد الله العطية، هو خامس المراكز. المركز الخامس الفارس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وهذه النتيجة أيها الأخوة أيها الأعزاء للخمس المتقدمة الأولى، شاهدناها وإياكم، وشاهدنا هذا الشوط والإثارة الحاضرة على ناموس الشوط، ولكن قرناس للسيد عبد الله بن دلبج بن العرج هو من استطاع أن ينتزع ناموس الشوط. تهانينا وألف مبروك، يصل في هذه اللحظات إلى خط النهاية في توقيت زمني ممتاز، 6:35 و11 جزءا من الثانية. تهانينا وألف مبروك لعبد الله بن دلبج بن العرج. المركز الثاني نجم قطع المسافة، نجم في 6:36 جزئين من الثانية. تهانينا لخليفة بن محمد بن خليفة بن طوار الكواري، تهانينا والناموس. المركز الثالث ولد شاهين وقطع المسافة في 6:36 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهاني موصوله الفيصل بن طالب بن شريم. ايها الاخوه ايها الاعزاء، الكلمه تعود للزميل سعد بن متع العتيبي.